هبوط آمن لإضراب العاملين بالكويتية بتعليق مداه شهر كامل إثر تصديق الإذين على المطالب ووعود بتحويلها واقعا عمليا. عادت الأمور لتسير في مجراها الطبيعي في مطار الكويت الدولي بعد أن أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تعليق إضرابها الذي بدأته في 8 صباح اليوم. الخطوة هذه اتخذت بعد أن وقع كل من وزير المواصلات سالم الأذينة ونقابة الكويتية اتفاقا بتنفيذ مطالب موظفي المؤسسة فورا على أن يتم تعليق الإضراب لمدة شهر، وتضمنت أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها وسيتم تنفيذها لموظفي المؤسسة الموافقة على زيادة بنسبة 30% على الراتب الأساس واسترجاع الإجازات المسقطة عن حكم التمييز. وكان الإضراب قد أسفر عن إلغاء 5 رحلات كانت متوجهة إلى فرنسا والدوحة ودبي ورحلتين إلى جدة، كما تسبب في تأجيل إقلاع طائرة كويتية من مطار القاهرة الدولي بسبب إضراب موظف المؤسسة هناك. هذا وقد أكد المضربون وأعضاء نقابة الكويتية أن حجاج بيت الله الحرام خط أحمر وأن النقابة لم تعطل أي رحلة من الرحلات المغادرة إلى الأراضي المقدسة. نحمد الله عز وجل على أن يسر هذا الأمر بيننا وبين إخواننا في نقابة الكويتية. كانت وجهات نظر يعني ما كانت واضحة خلال يعني اللحظات الأخيرة اللي من اليوم اللي طافوا قعدتنا هذه الأخيرة بفضل الله عز وجل تفهم الطرفين من خلال مؤسسة ومن خلال نقابة، ووصلنا إلى حل توافقي بين الطرفين اللي أرضى جميع الأطراف، وطلعنا بفضل الله عز وجل إخوان مثل ما كنا قبلها إخوان. صوت الموظف الكويتي داخل مؤسسة وصل من خلال الإخوان في النقابة إلى السلطة وإلى مجلس الإدارة وإلى الرئيس التنفيذي وإلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الوزير المختص بوجودي على هذه الوزارة. جدول الرواتب القيادية والمهندسين وجدول الرواتب العام اعتباره من 1/10/2011، الموافقة على زيادة بنسبة 30% على الراتب الأساسي، الموافقة على صرف بدل نوبة خاص لجميع العاملين بنظام النوبات الكاملة 40 دينار، الموافقة على زيادة القيمة لبدل الوجبات بنسبة 100%، توحيد صرف بدل الضوضاء لجميع العاملين في ساحة المطار. هي مطار معلقة من سنة 2006 وفي زيادات المفروض ان احنا متفقين فيها مع الوزير بداية شهر 10، وكان في التزام من قبل المؤسسة ومن قبل الوزير بتأشيرة منه بأن 70% من المطالبات يتم الموافقة عليها و30 يتم دراستها. احنا صارنا تقريبا فوق السنة او سنتين بمطالباتنا، وصلنا مع الإدارة ومع ممثل الوزير طريق مسدود، ما في اي شيء ملموس منهم، فاضطرينا حق الإضراب وأجلنا الإضراب قبل فترة 2 أسبوع حق المطالب، وقالوا أن مطالبكم كلها 70% موافقين عليها، ومشينا وياهم إلى غاية يوم 4 اللي فات وأجلوها دراسة ثانية، واضطرينا بعد موافقة الجمعية العمومية شوفوا الجدام الحضور الموجود قالوا يا جماعة إحنا معاكم نبي الإضراب لتحقيق المطالب،